وزيد طلقت الريكورد. اهلا العشران، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم غادي نديرو فيديو خفيفه نقفلو بها هذا العام ديال 2021. وقول لهم شي حاجه صاحبي. انت استعمرتينا فهاد الشيء انا هادي. اهلا الخوت، كنتمنى يكون كلشي ترونكيل. راه ما عارف هاد الفيديو باش من فوق، راه هذا الخطر البيت ومبغيتش نخسر ليه. ما قلتيش لي كيف جاك اللوك بعدا؟ انا ديجا شفتك بيه، هما اللي اخر مره شافوك يمكن كنتي مقرعه مسخوط الوالدين، اليوم طالع عليهم بالموهاك والبيرسينغز كما بديتي كتماسق السكس بيستولز والباندات البانك. لا لا انا قديم شويه، الاصل ديال جدودي من المويكنز. ما نعرفش شنو جرات لقينا راسنا معاكم في هاد البلاد. ودابا قول لي شنو غادي نديرو في هاد الفيديو اسيدي؟ اليوم غادي ندويو على احسن قناه دازت في 2021 ولا هي شوف تيفي، اللي واصله فهاد الساعه اللي كندويو فيها ل 7 مليون ابوني. شنو كيبان لك فيها؟ وهي قناه هادفه صراحه، كتفيد الناس، كتسحقد اللقب اللي عطيتها. ياك بعدا متفق معايا في هادي، هذاك الشيء علاش غادي نعطيو للعشران شنو هي الوصفه اللي خلات تشوف التيفي توصل لهادشي كامل. سير الله. اول حاجه كيركزوا عليها هي الفيكتيم، كيبداو يضربوا بداك الميكرو وكيقلبوا على شي واحد اللي غادي يطلعوا به النوامر. وهادي باينه، كيسيب لي واحد الترونش اللي فاش غادي يطرحوا عليهم شي سؤال الجواب غادي يكون داخل اللورجو بشي طريقه، يا اما كيضحك يا اما شي طلعه ولا شي واحد دافع جبهه ودير فيها كيفهم في كل شيء. هاد اكشوال اكنو انا خوتي قالوا لي مرض واعر، انا ما بتقتلني لا اكس فانزا لا اكس وانزا لا اكس فانزا، قتلني مولاي انايا نشريوها الكبابط ولا بغات تجي اكس فانزا الطيورجي. ندوزو للحاجه الثانيه ولا هي داك النوع ديال الاسئله ديال دخول الصحه، واش حافظ صوره الاخلاص؟ شنو كيتقال في الاذان؟ وفاش ما كيجاوبش حد كيبقى يحنزط في مول الميكرو بحال ما عرف السيد قاتل عمر بن الخطاب. كيعذبوه زعما، كيحاول يدير ليه تاني بالضمير ولا ما نعرف. هاك شوف هاد اللقطه من الفيديو اللي سولوا فيه الناس على شنو كيتقال في الاذان. الله اكبر الله اكبر، حي على الفلاح حي على الصلاه. وا ناري دمو قيف تحطيت فيه بروزون نعاود الصوار عشان علاش حيت هاد الموقف فيه تحطيت فيه ضحكش انا على بنادم اللي ما حافظش ديك الصوره اللي كنتي قلتي لي من الاذان. انا والله تعاود عاود صور المهمة ديالك. دير موسيقى بحال فيلم الرسالة ووقف كيتحاسب معاه، عايش الدور ما كراش يزيدوه حتى هو مع مون كاروناكير ويبدا يسول الناس في القبر. ودابا حتى الناس كيبقاو فيك كيحاولوا يفسروا لي علاش ما حافظينش ولا كيفاش تنساو حاجة بحال هادي. خويا ما تفسر ليه ما والو، غتلقاه حتى هو براسو ما عارفش أركان الصلاة، راهي جاي يطلع بيك انت فيديو وخلاص. وفاش يوقف عليك ما باقيش تمسكن يقول لك علاش ما حافظتش شي لعيبه، قول ليه سوق عرفتي ما كاينش اللي كاينش اللي عبر عليه قد هاد خينا هذا. كتجيب الساعه ديال الفطور؟ لا انا دابا صايم. علاش ما صايمش؟ ما بغيتش. علاش ما بغيتش تصوم؟ واه على شغلك فيا. هذوك منافقين. كيفاش منافقين؟ واللي كيصلي غير في رمضان خصو يصلي ديما ولا يقطع ما يصليش كاع. بيني وبينك كتصلي غير في رمضان ولا ديما؟ انا ما عمرني صليت كاع. علاش؟ وانت ما عمرك صمتي ما عمرك صليت؟ ما بغيتش. هذا هو احسن جواب. علاش غادي تبدا تفسر ليه انت علاش وكيفاش؟ والخيبه في هذا الشيء هي تبدا كدور وتصحح للناس بحال هكا. يا الفلاح قد قامت ولا مشيت؟ هذه الاقامه. ها هذه الاقامه. وانت براسك دير غلطه في البدايه ديال نفس الفيديو، سمع مزيان شنو غادي يقول. انا اليوم خلينا نشوفوا المواطن المغربي على الاذان، الاذان اللي هو نداء رباني اللي كيجمع المسلمين لاداء فريضه الصلاه، كان اول مؤذن للاسلام هو بلال بن رباح. لا خويا ما سميتوش بلال بن الرباح، سميتو بلال بن رباح. وكون كان هذا الفيديو ضاير على شي حاجه اخرى كان غادي يدوز هذا الخطا اين ابيرسو. سميه ممكن ان الانسان يغلط فيها ماشي مشكل، ولكن مادام ان الفيديو ضاير على السيلو احمر هازو كتصح الناس على كل كلمه زادوا ولا نقصوا، راه حتى انت مشيتي زالقه صديقي.
بركه عليه دابا يحقد علينا ولا شي حاجه. ندوزو للعيبه الثالثه دابا واللي كتخربقني انا بعدا فاش كنشوفها هي فاش كيتوفى شي حد وكيمشي وقاصدين باه كيخشيو ليه الميكرو في كمارته. قول لينا عافاك دابا باش كتحسو نتا يلاه عاد دابا فقدتي الابن ديالك. قول لك باش كيحس في ديك اللحظه تقطع على يديتها كيحس بالحشمه. احشم يقول لكم روحوا تقودوا من هنا. بعض المرات كيعيقوا صراحه وعد ما كيزيدوا فيه سيرتو الا كانت شي افير دايره بوم. لعقلتي على القوريات اللي ذبحوهم دوك المساخط في شمهاروش مشاو داو الميكروات للسيكتور اللي كان عايش فيه واحد القتال وكل شويه لايحين في فيديو. هذا هو مول الحانوت اللي كان كيتقدى عنده خونا. هذه هي الشجره اللي كانت تخرى تحت المعطي. هذه هي الحجره الاخرى اللي مسح بها. هذا الكونت اللي كان حال خونا في برازرز. فاش كيلقاو شي حد من فاميلتو كيديروا رويناك حلا. سلام للمشاهدين ديال شوف تي في. اليوم معنا ولد خالتي الدمين موت القتال. قولينا كيف كان كيتعامل معاكم المعطي. هادشي مكرين جا صاحبي. كتلقى هاد خينا شافو مره وحده في حياته وجاي حتى هو داوي قدام الكاميرا. الناس ولات كتسعات بان باي طريقه. واش غادي يدينا الاخر لعيبه هي الفضايح ديال هاد العام. عرفتش ولكن جاب لي الله بحال داكشي كان كثير. ودابا فاش بداو التحديات ريكو الملولي نزار نادا ولات موجه كلشي كيسور فيه عليها. شي باغي الشهره شي باغي الفلوس شي باغيهم بجوج. شوف تيفي والقنوات اللي بحالها راه ديما كيقلبوا على ناس اللي غادي يجيبوا لهم الفيوز واخا تكون بالفضيحه. خود لك هاد المينياتور اكزامبل البوسان والتعناق والحب. بقى لهم يكتبوا سكس عربي ساخن ويبوستيوها في شي سيت ديال الساكوفاح. نزيد لك واحد اللعيبه قبل ما نساليو هاد الفيديو. الدور اللي كيلعبوا الانيماتور ولا الانيماتريس مهم. وهاد خيتي هادي هي اكبر مقدمه فهاد شوف التيفي اوبرا ديال المغرب اللي داز معاها كيتشار. ماكينه ديال الاسئله ما كتقاداش. فين ما بان لهم البوتونسيال فشي شخصيه تقدر تبوزي كيصيفطوا لي اوبرا حتى للدار. غد لي كتلقى داير بوم في السوشيال ميديا. هادشي الا كان تيوقع سيرتو بواحد الشكل مفرقع فهاد العام 2021 فحيت كاينه ناس متبعه هادشي كولا نار. بارم لاين هنا هو اللي بغى يتبع شي حاجه يتبعها واللي بغى يفلق شي حاجه راه من حقه يفلقها. او حتى شي حاجه ياك هذا ما كان العشران. الفيديو كانت خفيفه غير طالعه. الا بغيتو ندوزو شي فيديو من السكانر كتبوها لينا. عليك انت ماشي لينا خصني نركز على ليستوار. الا كانت وقيته والسيمانه ديك الساعه ديروا شي فيديو خفيفه. هادشي اللي كاين نهار 1 جونفي غادي نبوستي لكم في الانستغرام واحد اللعيبه عندها علاقه بالليستوار جديده. اللي ما عندوش الانستغرام راه غادي تلقاو اللينك ديالو تحت الفيديو. وهذا ما كان اخوتي تهلاو بلاتي راه انا الهوست ديال الحلقه انا اللي خصني نختم. صافي راه ما بقى كيسمع حتى واحد طفي داك المشقوف تقول سير واحد جوج ثلاثة بلوك ديم بلوك ديم طلع هيب بفري ستايل فاكش طابلين دير كلشي ميستا لايك هوب سيمس تشفكم في الليستا بقا واقفين ماشي اللول حنا ديما اللولين صافي في البيت فحال في كونفو شاولين هاري كاري كل خوج حنا مطاولين درنا كلشي نتوما مشيتو زالكين قالها مور ماي بلاك مزك ليك فاك قطع كلشي ستا موراي تاك جيبتو هيد شوت بلا سلاح او بيش ام ريدي هادشي كامل يلا بادي حاط العافية مش حال ادي ميامات اد ادو ادي غلط ماشي ما فاكي سنيكر لا بغيتي حالتك لما تقول لي ما نيكر كون كمل ستريك تشوفني عند مسيكر كان عمر في الكوالا كيما شوارزي نيكر كي انري شابا في